بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرفنا على الجزء الأول من مادة الفاينل اللي هو عبارة عن الإكسل، هسه صار الوقت إن نشرح الماتلاب. الماتلاب كبرمجية متوسعة كثير، عميقة كثير، تحتاج لفهم ولا كتب لحتى دراستها ودورات. بس الداخل معكم في المادة هي عبارة عن أجزاء بسيطة، أساسيات للمادة بحيث إنك تمكنك إنك بعدين كمل على هاي المادة وتدرسها أكثر إذا كانت مهمة بتخصصك. حسب البداية راح نتعرف إحنا على السلايدات. لو فتحنا سلايدات زي هيك راح نلاقيه إنه بيتحدث لي introduction عن الماتلاب، راح ينقلني للمين بيج الصفحة الرئيسية في برمجية الماتلاب. بعدين راح يفرجيني كيف بدي أعرف variables والماتريكس. بعدين راح أعمل بعض فورمات مثل بعض أوامر زي الـ fprintf، زي الـ display، زي الفورمات. راح أتعرف كيف بدي أحفظ الملف وكيف بدي أعمل زي استيراد للملف من الجهاز. بعدين راح أتعرف على كيف بدي أعرف range معين، كيف بدي أنشئ الفورميلا عن طريق الماتلاب، وكيف بدي أعرف بعد ما أعرف الماتريكس بدي أشتغل حسابات عليها. كيف بدي أضرب الماتريكس، كيف بدي أجمع الماتريكس، كيف بدي أرفعهن لقوة، أضربهن بعدد constant إلى آخره. وآخر إشي المطلوب منا هو عبارة عن الـ element by element operation. حسب البداية لما نيجي على السلايد الأولاني بحكي لي إنه الماتلاب هي عبارة عن mathematical software، هي عبارة عن برمجية رياضية تستخدم to solve a wide range، نطاق واسع للمشاكل الهندسية. فهذا السؤال ممكن إنه يجي تعريف، هل هي الماتلاب mathematical software ولا biomedical software ولا scientific software ولا engineering software؟ راح نختارها إنها ماثماتيكال كونها إيش؟ برمجية إيش؟ موجودة بالسلايدات ماثماتيكال. بس لو إحنا ما بنعرفش إنها ماثماتيكال عادي بنقدر نحطها إنجينيرين، هي برمجية هندسية ممكن إنها تكون، بس هو حاكي لي إنها ماثماتيكال فنضلنا على اللي بيحكي لنا إياه السلايد. بحكي لي إنه before the introduction، قبل إنه ما تبدأ بالماتلاب شو مطلوب منك؟ على المهندسين إنهم wrote their own computer programs to solve engineering problems. يعني أنا عندي مثلاً مشكلة، بواجه مشكلة بشغلي، منطقة اللي بشتغل فيها صار في مشكلة، فأنا وظيفتي كمهندس في منطقة العمل لازم أشوف هاي المشكلة. بعد ما أشوف هاي المشكلة لازم أعمل على حلها. قبل ما أحلها، قبل ما أعمل حل إلها، لازم أكتب برنامج. يعني بعض مشاكل تحتاج لك برنامج حاسوبي ليحلها، فأنا لازم أكتب هذا البرنامج الحاسوبي قبل إيش ما أحلها عشان أتأكد إنه بعد ما أنفذه إنه انحلت ولا لا. بحكي لي even through engineers still wrote computer codes to solve complex problems، حتى خلال إنه ما زالوا المهندسين حتى خلال فترة كتابته لكودات الحاسوبية عشان يحل هاي الكومبلكس بروبلمز، they take advantage، هم باخذوا الانجينيرز باخذوا ايش الادفانتج لايش الفوائد عشان يبنوا الفانكشن لهاي السوفت وير. بس الماتلاب is also versatile، ترجموها enough، انه هي كافيه بما انه كافيه that you can use it، لاستخدامها to write on programs. يعني كانه بحكي لك انه هي عباره عن برمجيه متقدمه وكافيه، انه ما بتحتاج لبرمجيه ثانيه تشركها معها بحيث انك تنتج برنامجك. لا، الماتلاب لحالها هي كافيه انها تعمل لك البرنامج الخاص فيك.
تمام. In this chapter, في هذا chapter, we'll be discuss, we will discuss the use the MATLAB in solving engineering problems. إذن استخدام الماتلاب وين بيستخدم؟ لحل المشاكل الهندسية. MATLAB is mathematical engineers available in most university computer labs today. إذن رجع قال لك إنه هي عبارة عن mathematical software. الماتلاب is a very powerful tools. هي أداة متطورة أو إلها قدرة عالية for manipulating matrix matrices. أظن إنه بال مش عارف بس إنه إلها علاقة بال نكمل. In fact, it originally was designed for the صراحة مش عارف الكلمة معنى الكلمة بس أتوقع إنه إنها متعددة المجالات والأغراض. بس هاي الشغلات الحفظ اللي عم بأشر عليها أنا ممكن إنها تيجي كسؤال نصي. Our interest اهتمامنا is to introduce لتقديم only some basic ideas. يعني هدف الشابتر هذا بس إنه يقدم البيسك ايدياز so you can perform لأداء some essential operation عشان تعمل عمليات خاصة بس. You can continue your engineering education in other classes. بإمكانك إنك تخلص تكمل تعليمك الهندسي في صفوف أخرى. You will learn more about how use MATLAB. يعني التخصصات مثل الهندسة الطبية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، التخصصات الثانية حتى المدنية بإمكانك إنك تستخدم الماتلاب خلال اللابات، خلال المشاريع اللي بتستخدمها خلال الفصل. فبحكي لك إنه لقدام راح تتعرف عليها بشكل أوسع. بس أول إشي بيعرف لك إيش عندك اللوائح أو البين بيج، الصفحة الرئيسية بتتكون زي الإكسل، بتكون من شريط اللوائح بالبداية اللي هو رقم واحد. اثنين، في عندك الكورنت فولدر اللي هو النطاق اللي مخزن فيه الملف، هون مخزن بالسي باليوزرز بالدوكومنتس اسمه ماتلاب ملف، وين البرمجي او الملف انت مخزنه. هون عندك الكورنت فولدر. طبعا الكورنت فولدر ايش بيظهر فيها؟ الملفات اللي انا حملتهم على البرمجي، اللي شغلتهم، اللي خزنتهم على البرمجي، يعني عملت لهم open من خلال البرمجية. الورك سبيس بيظهر فيها زي الذاكرة، زي الميموري بالسي بلس. لما أعرف متغير راح يتخزن لي وين؟ بالميموري، فاسمها ورك سبيس. هون في عندي الكوماند هيستوري، أي تعديل بجري إن شاء الله بكتب حرف بحط لي التاريخ والوقت وأي يعني تاريخ التعديل. في عندي الشاشة الأهم اللي هي الكوماند ويندو اللي من خلالها بعمل تنفيذ مباشر وبطلع لي المخرجات مباشرة. هسا في عندي شاشة ثانية مش ظاهرة هون، خليني أعرضها. تمام. إذن هذا الكورنت فولدر، هذا الورك سبيس، هذا المنطقة اللي راح أكتب فيها وأشتغل فيها الكوماند ويندو. هاي عبارة عن الهيستوري، أنا كل هذا عملته قبل شوي لأني سجلت الفيديو بعدين طلع مش مسجل، وكل إشي عملته موجود هون. تمام. فهذا الكوماند هيستوري بإمكاني إني أشيله كونه إنه أنا مش بحاجته حاليا، حذفته كله. هسات هاي الكوماند هيستوري. تمام. هسه بهذا النطاق هاي مش عارف اطلع اسمها، بس هي عباره عن نيو سكريبت. يعني لما اجي هون اعمل نيو، بعمل نيو سكريبت، يعني لو لغيتها هاي طلعت منها راح تروح. بعمل نيو سكريبت يعني كاني منشئ ملف جديد. هسه هون كيف برمجيه السي بلس لما كنا نعرف اكس بتساوي 2 نحط فاصله منقوطه، اس بدها تساوي 12 زائد اكس فاصلة منقوطة.
تمام، أنا كتبت برنامجي بستخدم فيه جمل اللوب، جمل الإف، كل الجمل اللي ممكن أستخدمها. بس أعمل برنامجي زي هيك، أنا لا كيف بدي أنفذه؟ بروح على run، لازم أسمي الفولدر. طبعاً تسمية الملف لازم تبلش بحرف، لازم تبلش بحرف، وبعدين تبلش بأرقام عادي. أما إذا سميته رقم بعدين حرف غلط. فبدي أسميه U12، بعمل له أوكي. لما أعمل له هيك هو إيش رح يعمل لي؟ لما أكبس على run رح يعمل لي تنفيذ للبرنامج، رح يعمل لي تنفيذ للبرنامج. طبعاً ما في إشي مخرجات أنا حاكي له، كله بس بده يخزن لي إياهم بالذاكرة. فلو أروح على الـ Workspace رح ألاقي إيش مخزن لي قيمهم بالذاكرة. طبعاً الـ Workspace لو كنت أعرف Matrix رح يظهر لي السايز تاع Matrix موجود هون، وشو الـ Value القيم الموجودة بالـ Matrix هون، ونوعها Classes تصنيفها دبلي رح يظهر برضو هون، كله رح يظهر، واسم الماتريكس أو اسم المتغير هون، كله بالورك سبيس. تمام، هسا أنا رح أعمل أطلع من الملف هذا كله، بس تخزن عندي الكورنت فولدر أنا أنشأته. طيب أنا عندي شاشة زي هيك اتعبت، شو رح أعمل عشان أمسحها؟ كوني بشتغل بالامتحان بدي أمسحها، بديش أظني معجوب فيها، لأنه إذا بدي أمشي هسا راح أنعجب، كل شوي راح يطلع لي لفوق وينزل. بعمل كلير، بس وقف شوي. بعمل CLC عشان أمسح. إيش بيحكي لك لما هذا كلير كوماند ويندو؟ شو الكوماند ويندو؟ هاي اللي أنا بشتغل عليها. فلما أحط CLC بيمسح لي شاشة إيش المخرجات هاي اللي قدامي، فأكبسها بحط إنتر مسح لي إياها. بس بدك تنتبه شغلة، إنه الـ S والـ X اللي عرفتهم قبل شوي لساتهم موجودين بالذاكرة. صح إني مسحت الشغل تاعي بس مخزنين جوا. هسا لو آجي على الـ Command History، بعرفش إذا بتتكبر، رح ألاقي إنه كل إشي عملته عليها انحفظ هون بالـ Command History، كل شغلي عليها. تمام؟ هسا أنا ما بديش أحفظ اللي بالذاكرة، بدي أمسح اللي بالذاكرة، بس بعمل كلير. بس كونك تشتغل بالامتحان ما تعملهاش، بس احذف إيش الشاشة، لأنه أحياناً بالماتريكس خصوصاً ممكن يجيب لك سؤال ماتريكس طلع لي إشي، تكتشف بعد سؤالين إيه بده تعريف ماتريكس، تكتشف كمان إنه الماتريكس اللي بدك تعرفها جديد هسه مرة ثانية نفس الماتريكس الأولانية، بس السؤال المطلوب تغير. فإذا بدك تكون سريع شوي، بس بدك تكون دقيق، هل هي الماتريكس اللي معي نفسها القديمة؟ بروح بتأكد منها، إذا مش نفسها تعمل إيش؟ عادي بتعرف مرة ثانية. شو راح تعمل تعريف هاد؟ مثلاً هاد أنا الأس عندي قديش معرفة؟ 14، بديش الأس 14، بدي أسويها ماتريكس، أحكي له 1 2 3. هسا بجيك على تعريف الماتريكس، بس خليني أبلش فيها. عرفتها هيك وحطيت، شو صار بالأس؟ راحت الـ 14 صارت 1 2 3. فبتغير التعريف، كوني استخدمت نفس الرمز راح يتغير تعريف الماتريكس الموجودة بالذاكرة. تمام، أنا بدي أمسح اللي بالذاكرة، بعمل له CLC. ليش؟ عشان أمسح اللي موجود بالشاشة، مسحته. بعمل كلير عشان أمسح الذاكرة، هيك مسحت الذاكرة رجعت صفحة بيضة. بدي أمسح الكلير هيستوري، باجي عليها كلير من هون، ممتاز. هيك أنا صفيت الشاشة إيش مالها بيضة. طيب خلينا نروح على سلايدات. هسا هون تعريف بحكي لي المينيو بار، الكورنت فولدر، الكورنت فولدر ويندو، الموف، مينيمم، ريرايز أور كلوز تولز، أياهن الموجودين هيهم بالبار، شريط البار الفوق، بس هون مش ظاهرة. الكوماند ويندو اللي حكينا عنها، الهيستوري ويندو. طبعا كل واحدة من هدول بدك تعرف ايش هاي البيسك كومبوننت، المكونات الأساسية للمتلأ، لشاشة المتلأ ان ديفولت مود، في الديفولت مود. تمام، بسألك اياها
طبعا لو جاي لك شو هن البيسك كومبوننت بدك تعدد هذول باللون الاحمر كلهن. اذا حكى لك شو هي الشاشه ذا كوماند يو كان يوز تو بيرفورم سيرتن تاسك بدك تستخدم المنيو بار تحط له انه اللي بدي استخدمها الشاشه اللي قصدك عنها تعريفها هي عباره عن المنيو بار. الكورنت فولدر تستخدم تو تشينج دايركتوري يعني بغير من المساق او المسار تاع تخزين الملف اذا بدي اغيره. هيو هون محفوظ بالسي بالمتلب، انا ما بدي اياه بالمتلب، ما بدي اياه بالسي اغيره. الكورنت فولدر ويندو بيعرض لي كل الملفات مع انواعهم والسايز تاعهم ديسكريبشنز ان كورنت الموجودين وين في النطاق اللي انا مشغل عليه. يعني مثلا هون انا مشغل بالدوكيومنت بالمتلب، اذا راح يعرض لي كل الملفات الموجوده هون تمام الموجودين بالملف نفسه تمام. الكوماند ويندو حكينا انه يتم ادخال فيها الفاريبلز والقضايا المتعلقه بالماتلاب كوماند. الهيستوري بعرض فيها التايم والديت لكل عمليه عملتها بالسيشن تاعات الماتلاب كل السيشنز. هسه هذا سؤال مهم بيحكي لك انه الماتلاب مقسمه الى في الديفولت مود مقسم الى اربع ويندو. ممكن يسألك كم من نافذة؟ فهن عبارة عن أربعة ويندو تمام؟ 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 The current folder, the command window, workspace, and command history. هسا بالبداية كيف بدي أعرف المتغير؟ هسا أنا لما أجي أكتب المتغير أي متغير أساسيات هاي إنك تكون معرفه برمز X واحد عادي تحط فيه أرقام ولا رموز عادي، أهم إشي إنه يبلش بإيش؟ برمز سواء كابيتال سمول بدك تعرفه. بس بدك تنتبه اذا بتعرفه كابيتال لما تيجي بدك تستخدمه استخدمه كابيتال، ما تحط لي اكس سمول لانه الماتلاب حساس لحاله الحروف. اذا عرفت كبير لازم تستخدم كبير، اذا عرفت صغير بدك تستخدم صغير، لانه مثلا عرفت الكبير خمسه هيك طلع لي اياها خمسه. طيب انا ما بديش اياه يظهر لي الناتج مباشره، بحط له اكس هاي اكس تساوي ايش؟ اربعه. بحط فاصلة منقوطة ما بظهر لي الناتج، لكنه ايش عمل لي؟ خزن لي اياها بالذاكرة، فصار عندي اكس كابيتال واكس سمول. طيب والله بدي انا الزد الزد بدها تساوي الاكس زائد خمسة، شو راح يعمل؟ راح يخزن لي قيمة جديدة بالزد متغير جديد قيمته قيمة اكس القديمة قيمة الاكس اللي مخزنة بدي اضيف عليها خمسة. بس انا قصدي عن الاكس كابيتال، بس انا كتبتها اكس سمول تمام. ايه ليش 9 المفروض 10 يطلع الناتج؟ لانك حطيت الاكس سمول عباره عن اكس سمول، لانك حطيت الاكس اكس سمول والاكس سمول قيمتها 4، فشايف كيف الاغلاط بتيجي؟ فانت عرفت كابيتال بدك تستخدم كابيتال، فانتبه لشو انت معرف. هسه ها بتعريف ايش المتغير. طبعا عشان تستخدم المتغير بيستخدم بروموت ساين اللي هي اكبر اكبر، عشان تستخدم بالكوماند ويندو. انت بتستخدم دائما لما تيجي بدك تعرف متغيرات او تعمل عمليات راح تستخدم الكوماند ساين تمام. هسه عمليات الارثمتيك هي عباره عن جمع طرح ضرب قسمه وقوه. هاي العمليات كلها تقدر تجريها وتعمل أولويات العمليات عليهن. ممكن يعطيك function في أرقام 5 زائد 9 مقسوم على 4 قوة 5، كل هذا بدل ما تستخدمه إما تستخدمه آلة حاسبة أو تكتب له إياها يدويا زي ما هي موجودة عندك بدون ما تغير بدون ما تضيف أي أقواس زي ما هي موجودة. حطها إيش؟ زي ما هي موجوده، هو بنفذ اولويات العمليه. فانا لما انفذ هاد راح احكي له كم بتساوي 179.26. شو عمل؟ هسه انا اولويات العمليات اول شيء لازمني ايش؟ انفذ اللي بين الاقواس صح؟ هاي بين الاقواس
وهي بين الأقواس. إياها أنا في الأول عادي أي واحدة منهن، بس المفروض إنك تبلش من اليسار لليمين. فخمسة مقسومة على ثمانية بتطلع ناتجها. هون عندك القصها، طيب عندي قسمة وجمع جواته، شو راح أنفذ؟ راح أنفذ القسمة طبعا قبل الجمع. خمسة على تسعة بطلع ناتجها، بجمعه لستة، هيك أنا طلعت ناتج هذا القوس وهذا القوس. هسا برجع لأولويات العمليات، حكينا أقواس، قوة، جمع وضرب، بعدين ضرب وقسمة، بعدين جمع وطرح. فأنا راح بعد ما أطلع الأقواس راح أعمل عملية إيش؟ القوس هذا هو مرفوع لقوات القوس هذا، فأنا بعمل عملية الأسس. عملت عملية الأسس طلع معي ناتج هون مكان اللون الأزرق. إيش راح أعمل؟ راح أحكي له 8 تقسيم الناتج، بعدين بجمع لها 5. فأنا بدي أمشي أولويات العمليات أو بستخدمهم على الأقل حاسبة سرعة أو عن طريق الإكسل بقدر أدخل هذا الفنكشن بس بحط إشارة مساواة قبله، أو بستخدمه على الماتلاب بشكل أسرع. طبعاً كوني معرفت هو variables أعطاني الأنصر بيساوي هالقد، وعرف لي هون variable اسمه الأنصر هالقد. طبعاً كل ما أحط 5 هون رح يعطيني الأنصر، أنا غيرت على الأنصر تمام، بس هو أنا متغير ليش؟ لأني حطيته إيش هناك معادلة 5 زائد 6 هسه بتتغير. طب ليش ما تتغير؟ خزنها أول مرة خلاص. طيب بس هو كل مرة بيعيد، خلص انسى لست الأنصر ما تعتمدهاش. تمام CLC طبعا تعريف المتغير زي ما حكيت لك انه ببلش بحرف كابيتال سمول زي ما بدك، بس ما تحط لي اياه رمز لانه 2A ما تحط لي شيء حرف بيساوي 5، ال 2A بيساوي 5 هيك الرمز اسمه غلط راح يعطيني ايرور بايش؟ بعملية تعريفه، فلازم اعرفه ايش بحرف. تمام والله بدي اعرفه علامة مربع اس، ما بسمح رموز خاصة، بس بدك تبلشوا بحرف أهم إشي هاد. فممكن يجي سؤال إنه أي واحدة منهن غلط، زي ما إجا على السكند حاط البادئة بعد الوحدة يعني متر ملي، غلط لازم ملي متر تمام، أو مايكرو متر، ما يحط متر مايكرو، دائما البادئة بتسبق الوحدة. هون نفس الإشي، الحرف بسبق أي إشي، ببلش المتغير بحرف تمام. أصلا أنا لما أعرف ماتريكس عندي طريقتين للتعريف، أول إشي بحط الرمز، بحط إشارة مساواة، بحط الحواصر هاي، باجي هسا أنا بدي ماتريكس 3x3 يعني 3 أعمدة بثلاث صفوف. طيب يعني أكمل قيمة فيها 9 قيم صح، فهاي 1 هاي 2 هاي 3، بحط فاصلة منقوطة 4 5 6 فاصلة منقوطة 7 8 9 بدون فاصلة منقوطة، خلاص انتهيت. هسا شو وظيفة الفاصلة المنقوطة؟ تنزل لك سطر، انتبه شايف كيف 1 2 3 هذول بأول سطر، 4 5 6 بالسطر الثاني، 7 8 9 بالسطر الثالث، تمام نزلت لي سطر. طيب أنا بدي العناصر الموجودة بنفس السطر، عناصر الموجودة بنفس السطر شو أفصل بيناتهم؟ إما زي ما أنا عملت سبيس أو بتعمل فيهم هيك، بدي أجيبها نفسها أو أكتبها أسرع لي يعني إيه بدها تساوي، أو بدي أغير الرمز عشان ما يروح الشديك، بحط 1 أو كيف بدي أبلش لك إياها عكسي 9.8.7 خليها نفسها، خلص نفسها عشان تقارن 1.2.3 بحط بعد الثلاث فاصلة منقوطة، بس هون راح تتخربط راح تحط الفواصل كلهن راح تنعجق وتنسى انه فاصلة منقوطة راح تنساها، فالافضل انك تحط سبيس احسن لك اسرع لك. فاصلة منقوطة 4.5.6 فاصلة، فاصلة منقوطة 7.8.9 فاصلة بتكمل، بدي أعرفها طلعت زيها صح؟ فإما الأسطر نفس السطر، العناصر اللي بنفس السطر
يعني كل عمود بين بس تفصل بين عمود وعمود راح تحط فاصلة عادية، وبين سطر وسطر فاصلة منقوطة. فهاي تعريف إيش الماتريكس. طيب أنا خزنت الماتريكس بي بس ما بديش إياها نفس الإشي، بدي أغيرها عشان أستخدمها كمان شوي بالعمليات. بدي أخزن بي بدها تساوي 15 17 89 5 7 بس المنقوطة 6 3 1 سكرتها بعمل انتر. شو عمل لي؟ انا شو كنت معرفة 1 2 3 4 5 6 شو عمل لي بالذاكرة؟ خزن لي اياها بالماتريكس الجديدة. فانا عرفت نفس المتغير، اذا بده يعمل تحديث على المتغير. بس لو اعمل CLC السمول راح يكون راح يحذف لي الشاشة، بس المتغيرات ايش ضالين؟ الماتريكس لسات الموجودات. انا ما بديش اغيرهم، خليهم. فكلمة كلير بدي احاول ما احطهاش. طبعا انا حطيتها، يعني انت بامكانك انك تحطهاش بالبداية يعني، بس عشان ما اظنش اطلع من البرمجية. تمام. هسه في عندك فورمات ديسبلاي اف برنت. بس اول شغلة الفورمات. هاي الفورمات بتسمح لك انك تعرض الفاليو بطرق مختلفة. يعني مثلا عرفت ست بدها تساوي 2 على 3 2 على 6 طلعت 0.333. عرفت كيو بدها تساوي 89,000 ايش ظهر لي اياها؟ بإي قوة 10. ليش ما حطش 54؟ اهملهن لانهن جزء من العشرة. ايوه، إي قوة 10 يعني بتحكي عن اكثر من مليون، 1000 مليون يعني تقريبا. بديش هاي الصيغة، انا بديش يعرض لي اشارة بصورة عشرية او بصورة هاي. بدي اعمل فورمات. بعمل فورمات. لما تعمل سبيس هيك راح يعطيك ستايل تاع الفورمات. في عندك فورمات بلس زائد، يعني هذا بيعطيك الاشارة. البانك بشرح لك واحد واحد. كومباكت، الهكسا بيعطيك بدلالة الهكسا. اللونج بيعطيك اياها ل 14 خانة. لونج اي نفس الاشي بيعطيك 14 خانة بس نفس هاي الصيغة. تمام. لونج اي. لونج انجينيرز نفس المبدا كاينها. في عندك لونج جي مش معك، لوس معكيش. رات الجذر الكسر بيعطيك مثلا 2 على 3 بيعطيك اياها بصوره 2 على 3. هون الشورت بيعرض لك اياها ب 4 ديجيت بعد الفاصله. الشورت اي نفس الاشي 4 ديجيت بعد الفاصله بس مع اي قوه 10 بالصوره العلميه. وبس هذول المطلوبات منك. فمثلاً بتعمل إيش شورت بدك إياه بصورة الشورت. تمام. هسا أنت عرضت بصورة الشورت. تمام. هسا أنت بدك إيش الكيو. الكيو ما أعطاك إياها. تمام. كل كيو مفروض في شغلة نسيتها. فرمات. طيب لونج فورمات لونج كيو ممكن تضبط ما تضبطش، في عندي مشكلة يعني. فورمات لونج تمام حطيتها هيك. بدي يعرض لي قيمة كيو. تمام عرض لي اياها ب 14 خانة. 14 خانة بعد الفاصلة. طبعا ليش لسه الاي قوة 10؟ لانه الفاصلة ما حركتهاش انا. الفاصلة بين هذا وهذا ما حركتها، بس خليته بعد الفاصلة راح يظهر لي 14 خانة. انا ما غيرت موقع الفاصلة لساتها، فعشان هيك الاي قوة 10 ظلت زي ما هي. تمام؟ بس بعد الفاصلة اعطاني 14، فانا لما اجي بدي استخدم الفورمات عادي بنفذها، بعدين بحط الرمز اللي بدي اياه. فمثلا حطيتها فورمات لونج، بدي فورمات
شو بدك إياها؟ Combat. تمام؟ هسه بروح أجيب Q. إيش عمل لي؟ نفس المبدأ، بس ما بعرف شو الوظيفة Combat، بس منتعرف عليه. فمثلا هون 2 على 3 الX راح تطلع 0.666، هون طلعت معنا قبل شوي 0.3333. لو استخدمت فورمات لونج زي ما حكيت لك 14 ديسيم. عندك هيهم، عندك هذول المطلوبات منك. عندك الفورمات شورت حكيت لك 4 ديجيت بعد الفاصلة، الفورمات لونج 14 ديجيت بعد الفاصلة، الرات بعطيك اياها على شكل فريكشن فراكشنز يعني كسور، الفورمات بانك راح يظهر لك اياها 0.67 2 ديسيمل يعني البنك. شورت اي نفس الشورت بس ايش بالساينتفك نوتيشن، هاي الاشاره اي قوه اشي. اللونج فورمات لونج نفس الاشي اعطاك اياها ب 14 خانه بس كمان بايش بدلاله دلال نوتيشن تاعت العلميه الدلاله العلميه. فورمات هيكس راح يعطيك اياها بدلاله الهكسا الهكس دلاله هيكس هكسا ديسيمال. البلاس فورمات بلاس هاي بيظهر لك الاشاره اذا كان الرقم موجب ما بيطلع اشارته صح، بس لما اعمل فورمات بلاس راح يعطيني اشارته موجبه او سالبه. طبعا السالبه راح تطلع فعليا بس الموجب مش راح تطلع فهو بيظهر لي اياها، واذا كان بلانك فاضي بيكون ايش انه بيكون زيرو نيجاتيف او بوزيتيف او زيرو. الكومباكت is supports the blank line in the output. سطور فارغة في المخرجات انه ما بترك كأنه سطور فارغة بين المخرجات، اتوقع زي هيك. تمام هسه انا عندي الكوماند الثانية هي عبارة عن الديسبلاي. الديسبلاي شو بتساوي؟ الديسب اختصار للديسبلاي، هاي الجملة هاي اختصار للديسبلاي. تمام هاي هذا الكوماند اللي حددته هسه هو بيعرض لي display text or value، بيعرض لي يا نص يا كتابي. فمثلا عملت clc تمام، هسا انا حكيت له display بدي قيمة ايش انا ما موجود عندي بالذاكرة هذول. تمام display q شو راح يظهر لي؟ قيمة q صح؟ يلا هاي قيمة ال q اعطاني اياها. طيب افرض اني بدي انا اعرض له احكي له انه الكيو تساوي، كيف بدي اساوي؟ بحكي له ديسبلاي بحط فاصلة علوية كيو بتساوي بسكر القوس بحط انتر بعمل لي ديسبلاي كيو بتساوي. تمام بقدر احكي له ديسبلاي كيو هسه راح يعطيني كيو لحالها، ما لازم احطها وين؟ اصلا انا الفانكشن مستخدمه غلط. تمام نعيد display ايش بدي قيمة A، بس A ما فيش عندي A كابيتال عندي، هاي حطيتها اعطاني الماتريكس تاعت A. تمام انا بدي display ايه، شو بتتوقع راح تيجي؟ راح يعطيني ايه بس. ليش اعطاني هيك؟ لانه انا عرفت متغير رمزي هون، متغير ايش برضو انه عبارة عن حرف صح، انه استدعي لي نتائجه هون يعني اعطيني القيم العددية ناتجه شو قيمته، قيمة المتغير اللي انا عرضته اعرض لي قيمته. بينما هون انا بحكي له اعطيني الناتج اظهر لي اللي بين الكوتيشن، فانا هون متغير. فانتبهوا لها كثير اجابه الاسئله انه ديسبلاي اكس هيك ديسبلاي اكس. والسؤال الثاني طبعا الاكس مش متعرفه عشان هيك اعطاني غلط. سؤال ثاني حكي لهم ديسبلاي اكس بس وين حاطها؟ بين فواصل. تمام فشو الفرق بيناتهم؟ انه الديسبلاي اكس اعطيني قيمه بين
الاكسبكتيشن العلويه اعطاني قيمه اكس اعطاني شك الرمز اكس بينما الاولانيه بده القيمه تاعتها. فلو كنت معرف اكس تساوي 5 راح يعرف لي اياها بالذاكره احكي له display x اعطاني قيمتها 5. طيب display x زي هيك راح يعطيني قيمه x راح يعطيني رمز x تمام. فهذا الفرق بيناتهم. هسه ممكن يعطي بالخيارات انت بتعرف انه بيطلع قيمه x بيعطيك خيارات x capital x small بيعطيك 5 وبعطيك 0 مثلا او اشي زي هيك. فانت بتعرف انه راح يطلع لك x فهيك اخترت ال x. طيب ال x اللي عندك معرفه x small انتبه لها فبتروح تشير x capital وهي المفروض x small. طيب زي ما حكيت لك هي الريزلت محطوطه بين كوتيشن اذا راح يظهر لي ايش الريزلت. هسا في عندي اف برنت اف هي عباره برضه بتعمل وظيفه ديسبلاي لكن ايش؟ الها فلكسبيليتي اكثر، مرنه اكثر. الها مرونه اكثر. كيف مرونه اكثر؟ بقدر ادخل عليها عمليات كبيره زي ما هسا راح نشوف بالمثال وسلسه اكثر بتكون. يعني هون ديسبلاي انا لما جيت اعرض ديسبلاي كيو ديسبلاي كيو تساوي حطيتها بين كوتيشنز هيك سكرت عرض لي كيو تساوي. طيب انا بدي احط جنبها قيمه هون ما بيسمح لي اني احط كمان ديسبلاي جنبها فكل وحده على صدر راح تيجي. لا الاف برنت اف اف برنت اف هسه بستخدمها اف برنت اف هسه بستخدمها وبفرجيكم اياها. حكينا يمكن استخدامها to print هاي يمكن استخدامها ل print text زي هذيك أو value. هناك إيش انتبه بدي تنتبه لي لشغلي هون حكي لي وين راحت هون حكي لي text or يعني لو بدي أجي أدقق لك من الناحية اللغوية or أو يا بتحط فيها نص يا بتحط فيها كتابة. بينما الديسبلاي يمكن الاف برنت اف بامكانك انك تحط فيها يا تكست او فاليو قيمه يا اما اور او اند يا بتحط تكست وفاليو او ايش واحده منهن او ثنتين يا واحده منهن يا ثنتين وإمكانك إنك تحطه كمان بديجيتس نمبر إلو ديجيتس. You can also use special كمان بإمكانك من خلال الأف برنت أف إنك تستخدم الكاركترستيكس هاي. You can also use طبعا كله عائد على الأف برنت أف سلاش أن من اسمها أن يعني a new line a new line يعني سطر جديد بتعطيك سطر جديد سلاش تي بيعطيك سلاش تاب يعني تاب يعني بتعمل لك فراغ او بتعمل لك قفزه تمام مساحه معينه بس على نفس السطر يعني ايوه اللاين فيد او التابس. طيب مثلا انا اخذت هاي الجمله بدي اخذها وانفذها حكيت له the value of x is slash n سكرت القوس تاعها. هسا شو بتتوقع هون؟ ال x انا معرفها صح قيمتها 5 راح يظهر لي هون the value of x بتساوي طبعا في عندي غلط ليش؟ it's not determined property طبعا غلطه من الكتاب لاني بنسخ منه هون حاط لي لازم شحطه زيها هون زي هاي وكان كاتب لي زي هيك وين راحت اصل علويه اختفت
هي هيك كانت كاتب لي اياها فغلط. الصحيحه انها تكون زيها هيك راح تكون the value of x is slash u g slash n بعمل اوكي. احكي لي the value of x is 5. طيب هذول وين راحين؟ تلاحظ انه لازم هون يعطيني سلاش ان صح؟ سطر طيب سلاش ان سطر ولازم اكس بعديها الخمسة لازم تحت. لا لما اجي انسخ انا بحكي لي اكتب لي هاي اس هسا سلاش جي العلامة البيرسنت بعديها جي بتدل انه استدعي خذ الرمز او المتغير اللي بعد الفاصله وجيب لي قيمته. فراح تروح هاي ويجي مكانها قيمه اكس اللي هي الخمسه. بعدين انزل لي سطر جديد. تمام؟ طيب خليني اجربها بس ايش؟ بدي احط سلاش ان هون. هاي سلاش ان. وهاي سلاش ان كمان وجود. شو راح يعمل؟ شو عمل؟ The value of x is عند slash n نزل استدعى قيمة اللي المتغير اللي بعد الفاصلة بعدين كتب لي ايش؟ نزل سطر هاي وعمل لي good تمام؟ ممتاز. والسلاش g هيها format characteristic and replaced by value of x قيمة المتغير اللي بعد ايش؟ الفاصلة. هسا ممكن يعطيك مش جي وحده يعني هاي ممكن اجيب لك اياها مره ثانيه واحكي لك عندك جي تمام وهاي بدي احط لك جي هون ممكن انهم يكونن ورا بعض عادي. طيب خليني اجرب ورا بعض نفس الطريقه هاي بس هون بدي احط لك اعطيني متغير موجود عندي كيو بدي كيو تمام طلع انتر شو عمل لي ادن وظيفه وحده صح يعني جاب لي قيمه المتغير الاولاني وحط لي وراه قيمه المتغير الثاني حطيت ايش بعدين نزل السطر وقلت تمام انا ما بدي اياها زي هيك انا حكيت بدي كل وحده على سطر تمام انا هون لاني غيرت مكانه ما هيك طلع معي غلط حطيتها هون فايش راح يعمل لي راح يطبع لي the value of x is بنزل لي سطر يحط لي قيمه 5 بنزل لي سطر يحط لي قيمه 9.8 ضرب 10 قوه اي قوه 10 بعدين راح ايش يحط لي جانبها قط شو صار the value of x is قيمه حط لي القيمه حط لي قط جانبها. طيب بدي استخدم تاب يلا هاي سلاش تاب شايف كيف عملي لي فراغ عملي لي فراغ بيناتهم هسه متى بستفيد منها مثلا قلت له اف برنت اف سلاش تاب أو هون X axis وهون بدي إياها Y axis slash N برد أعمل له slash tab هاي بعمل له لاش عم بعمل الفورمات انا بشتغل عليه فشو عملي لي انا رحت عمل حكيت له اكس اكس اكسس هي حط لي اياها سلاش تاب ايش قال لي عنهم الواي اكسس حط سلاش ان انزل لي السطر الثاني استدعي لي قيمه اكس استدعي لي قيمه ايش الكيو وبيناتهم تاب ليش انا حطيت تاب عشان ينسق على اساس اني بعمل جدول ونزل السطر حكيت له قلت
إنك جيد. تمام؟ إذن خمسة على X وهاي على Y. تمام؟ بإمكاني إني أظني سأكرر فيهم لبكرة الصبح وبعمل جدول كامل تحت بعض الداتا. طيب أنا لما أجي بدي أعمل الملف. تمام؟ أنا شفت كيف كم المتغير عندي أنا؟ بدي أحفظهم الملف أنا. بدي أرجع لهم بعدين. بعمل CLC. مسحت الشاشة. بس أنا عندي متغيرات. تمام؟ أنا لما أجي بدي أحفظ ملف بعمل له سيف، بكتب اسم الملف اللي بدي أحفظه، مثلاً محمود، لأنه راح يجيكوا أسماء أشخاص، هاي محمود، بعمل إنتر. شو عمل لي؟ تعال هون، حفظ لي ملف اسمه محمود. تمام؟ طيب بدي أعمل كلير. شو الكلير بتساوي؟ تمسح الذاكرة. أنا بلشت يوم جديد وبلشت ذاكرة جديدة. طيب الذاكرة بدي تاعت الداتا تاعت امبارح، شو مذكرني فيهم؟ أنا ناسي الملف. بروح بستدعي الملف، كيف بدي أحمل الملف من الجهاز؟ بعمل له لود أو من الكورنت فولدر، بقول له لود محمود. إنتر. شو عمل لي؟ استدعى لي الفاريبلز الموجودات بملف محمود. طيب انا بديش محمود هسه CLC مسحته. هسه انا صار عندي بالذاكره مستدعي هذول الفاريبلز. تمام؟ هسه بشتغل شغلي مره ثانيه عليه. هاي بالنسبه للسيف اولود. You can use their command to list the content of directory. طيب هاي الدير. شو أعطاني؟ عنوانه اللي يعني صيغته محتوياته. تمام؟ For simple operation you can use command window. عشان تعمل عمليات بسيطة تستخدم الكوماند ويندو، وأنا فعليا قاعد بستخدم فيها الكوماند ويندو، ما بستخدم تعيت الرن. تعيت الرن اسمه ايش؟ mfile. لو حطيت دخول عليه هذا الشغلة هاي عبارة عن unfile اسمه. إذا حكى لك شو اسمه unfile، متى بستخدمه؟ إذا كنت بكتب برنامج طويل بس. تمام. عندك أنا كنت أعرف ماتريكس السايز تاعها 3x3 3x4، سايز تاعها قليل يعني بإمكاني إني أعرفه أنا. طيب بدي أعرف ماتريكس طويلة وعدد البراميترز فيها 100، شو بدي يخلصني منها؟ بروح بعمل إيش الطريقة الطويلة. مثلا بدي أعرف DF هي عبارة عن ماتريكس، بدي أظني أعوض فاصلة 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 فاصلة. لا، كيف بدي أعمل؟ بروح منين بدك تبلش؟ طبعا ستيب متساوي لازم تكون، بدك تبلش من عند الاثنين. وبشو بدك تنتهي؟ بدي انتهي بالعشرين. وكل مرة قديش بدك تمشي؟ اذا بتحط نقطتين رأسيتين. اول اشي تحط اثنين نقطتين رأسيتين القيمة اللي بدك تبلش من عندها، بعدين نقطتين رأسيتين حكيت، بدك تحط مقدار الستيب، بدك مقدار الستيب يمشي لك خمسات، وآخر قيمة راح توصلها 20. اعرض لي اثنين، هاي أول قيمة، سبعة ثاني قيمة، جمع لي خمسة، كل مرة بيضيف لي خمسة، 12 17. طيب ليش ما حطش العشرين؟ لأنه الخمسة لما أجي أجمعها لل 17 راح تطلع 22، 22 أكبر، والعشرين أنا مش مسموح لي أستخدمها. أكثر أقل ستيب لازم أمشيها خمسة. فأول قيمة لو حكيت له شو أول قيمة بالدي أف، أحكي له الدي أف، هيك بيجي السؤال دي أف عشان تستدعي، هيك بيجيك السؤال 2.3 مثلا. تمام؟ راح تعطيك إيرور هاي. ليش؟ لأنه أنا صف واحد، منين بدي اجيب الصف الثاني؟ شايف؟
أما لو حكيت له df df أعطيني الثالثة، شو راح يعطيني؟ 12، لأنه بعرف إنه هاي عبارة عن فيكتور رو فيكتور، فكل اللي فيها صف واحد بس فيها عدة أعمدة، فهو بيعرف تلقين إنه الثلاث قصدك عن إيش؟ عن العمود، يعني أعطيني القيمة الثالثة، أعطيني القيمة الثالثة بالصف الأول يعني قصده، كأنه معتبر إنه الأو مش أنا حكيت، يعني لو بدي أعرف لك يا دي أف حكيت أول إشي لازم أحدد الرول اللي هو فيها وإيش زي إحداثيات العنصر اللي بدك إياه، والكولومز مثلا الكولومز الثالث حطيت انتر فحط لي 12، فهاي نفسها هاي ليش؟ لانه هون راح اعتبر الرو كونه عندي رو واحد، راح اعتبر الرو ايش؟ واحد، وراح يتغير بالكولومز تمام. هسه زي ما حكيت لك السايز تاع الماتريكس 3 في 3، انا الدي اف قديش السايز تاعها؟ واحد صف واحد باربع عمدي تمام. طيب عرفتهم هيك أنا. طيب لو بدي أعرف دي دي بتساوي نفس الطريقة، بلشلي من عند الصفر سالب واحد عندي الخمسة انتر، الدي دي شو أعطاني إياها؟ صفر ولا فاضي؟ فاضية فيها صف واحد بس ولا عمود، يعني صفر عمود. ليش؟ يعني عبارة عن امبتي فاضية، فيكتور فاضي. ليش؟ لأنه أنا يعني منطقيا أنا ماشي من عند الصفر وبدي أطلع على الخمسة وامشي لي سالب واحد زي اللي بتحكي له روح لي على المنطقة الفلانية، بس مش دغري هيك تمشي بالسيارة دغري، لا ارجع لي إياها ريفيرس. طيب ما هي المنطقة قدامي، كيف بدي ارجعها ريفيرس؟ بعمرك ما بتوصل، نفس المبدأ، فبعمره ما بوصل فأعطانيها فارغ امبتي. فانتبه لشكل الستيب وكيف هو هون تصاعدي طالع والستيب نازلة، فهون راح يعطي ايرور تمام. او اذا موجود صفر الامبتي حط لك امبتي رو حط له امبتي، بس هي راح تعطي ايرور. دي دي أو دي بدها تساوي إيش؟ من صفر لا ألف، مقدار الستيب بدي إياها اثنينات. أوه شو بدي يعرفني هسا أي كولومز؟ وحكيت لك طلعي لي الدي بدي قيمة العنصر مثلا 15، يا إما بستخدمها هيك مباشرة وبحط إنتر، أو بروح والله باجي عد بدور. هسه هاد الكولوم بمشي لي من عندي الكولوم صفر لعندي الكولوم 16، صفر اثنين أربعة، وين بدي أروح؟ على قبل الأخيرة، ما هو عندي 16، هاي 16 إذن راح تطلع لي 28. خليني أجربها. فأنا هاي الدي 15 لازم تطلع لي 28، ايه والله طلعت 28، فهاي طريقة أسهل إني أستدعي تمام؟ بدي 165 تطلع 328، بدي أروح على 165، وين راح أروح؟ 165 هاد من 113 هاد من 190 ل 144 من 145 ل 160 هيو، هاد ببلش لي من عند ال 161 بيضل ل 176 تمام. هاي قيمة ال 161، هاي 62 63 64 65، قديش القيمة؟ 328. تعال قديش طلعنا القيمة؟ 322، إذا حلنا صحيح تمام. نرجع طبعا الأوبريتنج اللي حكيت لك عنها، جمع طرح وأولويات العمليات. الماتريكس ما حليناش ماتريكس صح؟ تمام. حكيت لك بدي أجمع A زائد B، طبعا حكيت لك لازم تنتبه للمتغيرات. هسا شو الفرق بين ماتلاب وإكسل؟ إنه الإكسل ما بتقدر تجمع باسم الماتريكس،
ليش؟ لأنك أنت معرف الماتريكس بالإكسل عبارة عن خانات خلايا. أعرف شيء إذا بطلع لكم. أنا لما أجي أعرف الماتريكس بعرفها خلايا، ما في إشي اسمه A، بس أنا مسميها هون إنها A عشان ما أتخربطش. أنا مسميها A عشان ما أتخربطش، بس ما فيش إشي اسمه A. فلو كانت هاي وهاي، حتى لو السايز مختلف أو متشابه، هاي مثلاً B وهذيك A، لما أجمعهم هني نفس السايز، تمام؟ لما أجمعهم راح أحكي له A زائد B. غلط. ليش؟ لأنه أنا قاعد بجمع متغيرات أحرف، ما بسمح لي أحرف. بينما الطريقة الصحيحة عشان أجمعهم اللي هي أحدد الماتريكس الناتجة 2 بثلاثة بتساوي، بحدد الرينج للأول زائد الرينج للثاني، بعمل كنترول مع شيفت مع انتر بيطلع لي الناتج صحيح، تمام؟ فأنا لما أجي بدي أعمل A زائد B هون بالماتلاب، لا بسمح لك. ليش؟ لأنك أنت معرف متغير اسمه A وبحمل الفاليو هاي تاعت الماتريكس، فهون إشي بسيط بسرعة فأعطاك المجموع تاعها. مثلا حكيت لك A ضرب B، شو راح يعمل؟ رح يضرب العنصر الأول أو الصف الأول، كل عنصر موجود بالصف الأول بكل عنصر موجود بالصف الثاني ويجمعهم ويحطهم بالموقع الأول. يعني كيف بدي أعرض لك إياها مثلا؟ ثواني شوي. تمام، هاي ظاهرة صح؟ لما تجمع مصفوفتين أنت بتجمع الأول مع الأول وبتحطهم صح؟ 1+7 2+8 حطنا 10، فهي الجمع بالماتلاب. بينما ضرب المصفوفات حكينا لازم تحقق شرط انه عدد اعمدتي الاولى يساوي ايش؟ عدد صفوف في الماتريكس الثاني. هسه بعد ما يتحقق الشرط بتشوف الماتريكس الناتجه قديش السايز تاعها عكسي. هون حكى لك، هون حكى لك عدد الاعمده كولومز بده يساوي كولومز واحد بده يساوي رو اثنين. هذا ايش؟ راح بسميه الشرط. بينما السايز تاع الماتريكس الناتجة شو راح يكون؟ عكسي. راح تحكي له عدد صفوف الثانية رو رو واحد عدد صفوف الأولى ضرب إيش؟ كولوم الثانية. هذا إيش اسمه؟ سايز ماتريكس. سايز للملتبلاي ملتبلاي ماتريكس، تمام؟ هذا الشرط وهذا السايز، بعكسية تحفظوهم، تمام؟ هسه أنا هذا ضرب المصفوفات، فأنا حكيت الشرط كولومز ضرب الرو، تمام؟ هسا طريقة العمل اليدوية أنا ليش حطيتهم بالنص؟ تمام. الطريقة اليدوية إنه لازم أتحقق من السايز. 3 × 2 = 2 × 3، عدد أعمدتي الأولى 2 وعدد صفوفي الثانية 2، إذا متساوي، إذا حققي. شو السايز الناتجة؟ عدد صفوفي الأولى 3 في عدد أعمدتي الثانية 3، إذا الناتجة 3 × 3، هاي 3 × 3 زي ما نحن شايفين سي 3 × 3.
شو عمل؟ مسك كل صف بكل عمود، فهي حكى الواحد أو كل صف بكل عمود، حكى وين بدي يحط، رح يضرب كل صف بكل عمود ويحط بإيش؟ بالموقع تاعها. فالصف الأول الواحد والاثنين فيها، رح يضرب الواحد بالصفر والاثنين بالأربعة. يعني العنصر الأول بالعنصر الأول، هات أحكي لك كيف، هذا العنصر هاد مع العنصر هاد، هاي واحد، راح جمعهم، هاد جمعهم لمين؟ لهاد ضرب هاد. وين حطهم؟ مكان العنصر الأول. هاي إذا باجي العنصر الثاني، باجي على السطر الثاني، طيب وقف شوي، أنا لساتني مش مكمل، أنا ضربت عمود واحد تمام؟ بروح أضرب العمود الثاني، أحكي له واحد، يعني هاي بدي أنساها كلها، أحكي له الواحد ضرب مين؟ ضرب الثلاثة، واثنين ضرب مين؟ التسعة، بجمعهم وبحطهم مكان إيش؟ اللي هي الواحد وعشرين هيها. طيب أنا لساتي مش مكمل، بروح بمسك الواحد بضربها مع الثلاثة هاي، والاثنين مع مين؟ مع السبعة. إذا ضربت كل صف بكل عمود موجود، كل صف واحد، هذا الصف رقم واحد ضربته بالأعمدة كلها. هسه بس أخلص، أنا وين حطيت عناصر الصف الأول بالناتج تمام؟ بس أخلص بروح ببلش بالصف الثاني، العنصر الأول مع العنصر الأول، والعنصر الثاني مع العنصر الثاني، وهكذا بمشي العمود الأول، بعدين العمود الثاني، بعدين العمود الثالث، بجمعهم كل مرة وبحطهم مكان إيش؟ كل عنصر موجود. طيب أنا خلصت أول عنصرين، هسه ظل الصف الأخير، شو بدي أعمل فيه؟ برد نفس الطريقة، بمسك التسعة ضرب صفر زائد ثمانية بأربعة، باجي على الصف الثاني، تسعة بثلاثة زائد ثمانية بتسعة، باجي على الصف تسعة بثلاثة زائد ثمانية بسبعة. أنا كنت بتخربط هسا أول ما سويتهم، صرت أتبع كنت، هسا صرت أحكيها شفهي لأني عرفت الطريقة. خلص حلي لك مثالين يدوي، بتحلها يدوي أحسن من المتلب كمان بتشوفها، فبطلع معك المصفوفة الناتجة تمام. هاي الطريقة اليدوية، اللي بده يعملها سكرين شوي بس. أتوقع هيك واضحة، مش رادي حكينا أنواع البيانات، هذول مش مطلوبات منكم، هم المصفوفات كيف بدنا نعرفهم، المتجهات، المتجهات هي عبارة إما بيكون متجه رو فيكتور أو كولوم فيكتور، عمود واحد أو صف واحد. هسا أنا عرفت إيش الرو الواحد صح، خليني أعرف لكم هاي الشغلة ممكن إنها تفيدكم. طبعا البرمجية لأني طولت عليها شوي راحت، راح تعمل قبل تحديث، كونوا امتحان تواي دوروا كل مسائل المتلب خلصوهن عشان ما تضل تعلقش زي هيك، لأنه راح كل الإشي عليها تمام. خلصوا تاعات المتلب أول إشي، هسا لأني مش حافظهم عشان هيك راحوا. طيب أنا شو عملت هسا؟ بدي أعرف الماتريكس هاي إيه بدها تساوي، أنا بدي إياها كولوم فيكتور أو رو فيكتور، واحد اثنين ثلاثة، عرف ليها. طيب بدي إياها كولوم فيكتور، رح أعرفها هيك، واحد حكيت فاصلة فاصلة منقوطة فاصلة منقوطة، بسكر إنتر، هيك عرف ليها كولوم تمام. هاي المتجهات، شروط التسمية حكيت لكم عنها، إنه لازم تبلش بحرف، ما تحتويش على رموز خاصة، ما تحتويش على كلمات محجوزة زي الكيس كاتش إلس إند فور، كل هذول بيظهرين بلون أزرق، فهو فعليا مش راح يسمح لك. الأسس والضرب حكينا عنهم، الأولويات العمليات الأقواس الرفع للقوة، الضرب والقسمة، الجمع والطرح. السي إل سي حكيت لك محتويات، حذف محتويات الكوماند ويندو، الكلير مسح محتويات نافذة الورك سبيس بس. فمثلا لو بدي احذف متغير معين بحكي له كلير A او B و C،
يعني بحط الرموز اللي بدي أحذفهم ورا بعض. إذا بدي أحذف واحد بحط له clear A، بدي أحذف A و B بحط له clear A و B. بس أساسية بحاجات هي عبارة عن إيش؟ حفظ. طيب الإكسبونانشال واللوغاريتم واللوغاريتم العشرة اللي إجن بالإكسل بإمكانك إنك تستخدمها على الماتلاب، أسرع لك كمان، بيعطيك ناتج مباشرة. فممكن إنك تستخدم الإكسبونانشال لقيمة الإكس اللي بدك إياها، اللوغاريتم الإكس. الساين والكوسين نفس المبدأ. هسا عندك هذول اللي حكيت لك عنهم السلاش ان، هو بالكتاب مطلوب منك ثنتين بس، الباقيات المفروض انك عارفهم من الاكسل من السي بلس. سلاش ان بيعطيك سطر جديد، يذهب لبدايه سطر جديد. سلاش تي بترك مسافه افقيه مساويه للتاب. هون بطبع الشكل سلاش، يعني اي شيء بعد السلاش بده يطبعه. هون بده يطبع الان عباره عن سطر جديد معرف، هي عبارة عن مسافة أفقية. سلاش سلاش راح يطبع لي سلاش. سلاش علامة البيرسنت راح يطبع لي البيرسنت. تمام؟ زي هيك. هي موجودة بالشكل. المواصفات حكيت إدخال مباشر، إما بدخلهن إدخال مباشر زي هيك، أو بدخلهن إدخال غير مباشر من خلال النقطتين الرئيسيتين. تمام؟ مثلا هذا الرقم ببلش لي من عند الواحد، هي لإنشاء متجه صفي، كلهن طبعا متجهات صفية هون. طريقة الفيكتور العمودية راح تستخدم شيء ثاني. تمام؟ بس أنت مطلوب منك إنه المتجه اللي على شكل رو، رو فيكتور بس. بدك تبلش من واحد وتنتهي بمية. الستيب معطيك إياها مش معطيك إياها، إذا راح يعتبرها هو تلقائي واحد، راح يمشي لك من واحد لمية، والمقدار الزيادة واحد. يعني إذا ما حددت مقدار الستيب راح يعتبرها واحد، أما إذا حددت له راح يمشيها. هون مشي من واحد لمية وكل مرة بيزيد اثنين، هون بده يمشي من مية لواحد وكل مرة ينقص واحد. فإذا ما كتبت له قديش الستيب راح يعتبرها واحد. هون طريقة الاستدعاء، مثلا حكيت له هون استدعي العنصر الأول إلى العنصر السادس بزيادة اثنين، يعني استدعي لي العناصر من واحد لستة كل مرة زيد الاثنين، يعني استدعي لي العنصر الأول والعنصر الثالث والعنصر الخامس. مش مطلوبة منكم، هو استدعاء بس. ما بطلب منك استدعاء عنصر واحد بس، اللي هو بتحط قيمة الإكس المتغير وبين قوسين بتحط واحد فاصلة إشي. تمام؟ فاصلة إشي. شو رقم فاصلة رقم؟ شو الرقم الأول؟ هو عبارة عن الرو وبعدين الكولوم، بأي رو موجود وبأي كولوم. طرق الإدخال المصفوفات تعرفنا عليهم، معادلات على المصفوفات هنا قاعدين بنشتغل عليهم. بس عرفنا A، هاي A بتساوي A بتساوي 1 2 3 5 6 7 8 9 10. تمام؟ ال B بتساوي 45. مسكر هيك عطانيهم. تمام، انا بدي احذف الشاشه هاي، قصدي هاي. تمام، انا حفظتهم وين المتغيره الماتريكس، هي 3 ب 3 3 3. انا حكيت A ضرب B، بدي اضرب A ضرب B. شو راح يعمل لي؟ راح يضرب لي زي ما تعرفنا عليها الطريقة هسه، كل صف كل عمود موجود بالماتريكس الثانية. طيب أنا ما بدي أضرب كل صف بالعنصر ال... ب...
بدي أضرب كل عنصر مع العنصر المقابل إله اللي هي عبارة عن A نقطة نجمة B. شو عمل هو؟ يعني لو أخذت A وهي B راح ضرب العنصر الأول اللي هو رقم واحد اللي قيمته واحد ضربه بالعنصر الأول بالB اللي قيمته إيش؟ 45 فحط لي 45. بدي أروح على العنصر السادس، أنا مرقمهم ستة هون، راح يجي العنصر السادس اللي هو بالصف الثاني يعني اللي هذا بدي قيمة 42 كيف طلعت؟ هي ناتج ستة مضروبة بإيش؟ ب 57، ستة ب 57 راح يطلع لي 342. تم أروح إشي بسيط، التسعة آخر قيمة، تسعة بالماتريكس الأولانية ضربها بإيش؟ بآخر قيمة اللي هي عبارة عن أربعة، تسعة بأربعة 36، هاي الناتج النهائي. تمام؟ هاي A إنه ضرب كل عنصر في A بالعنصر المقابل له في B. طيب أنا بدي أعرف متغير C أو الماتريكس C، أحكي له واحد أو بدي أحكي له اثنين 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 فاصلة اثنين اثنين، حتى لو حطيتهم وراء بعض راح يعتبرهم كل واحدة بعمود لأنه عبارة عن فراغات. اثنين اثنين اثنين، خليني أجرب، شايف؟ ما اعتبرها، أنا ضحكت عليك، فلازم إيش أحط بيناتهم فراغات. هسا زودت الفراغ عادي، معقول عادي؟ آه عادي، بس أهم إشي إنك تحط فراغ، ما تحطليش الرقم، لأنه ما بعرفش هل هو بدك إياه واحد ولا إنه رقم واحد، والباقي إيش بدك تعبيهم؟ ما بدريش. فأنا سي اثنين، تمام؟ سي ال سي LC. تمام مسح لي اياه، بدي احط A اللي بدي استخدمهم عشان تشوفهم، بدي احط C قصدي هاي. تمام هسا ايش طالب انا منك؟ طالب منك A دوت مرفوع لقوة ايش؟ C. شو راح يعمل؟ راح ياخذ كل عنصر ب A ويرفعه للعنصر قوة، يرفعه قوة ايش؟ قوة العنصر المقابل له. طبعا كلهم راح يتربع، يعني الماتريكس A راح تتربع. ليش؟ لانه انا عندي كل الموجودين هون ايش؟ اثنينات، فراح يتربع. فالواحد اربعة، اي واحد اثنين اربعة، ثلاثة تسعة، اربعة 16، خمسة وعشرين، ستة وثلاثين، اربعة تسعة واربعين، اربعة وستين، واحد ثمانية، فربعتهم. انا رفعتهم ايش؟ لقوة كل عنصر مقابل له، مش تربيع هاي، لا رفعته لقوة العنصر، بس حطيت التربيع للتسهيل. طيب شو ضل عندنا احنا؟ A سلاش قسمه C، كل عنصر ب A قسمه على العنصر المقابل له ب C، كل تقسيم اثنين، يعني الواحد قسمه على اثنين، اثنين قسمه على اثنين، ثلاثة قسمه على اثنين طلعت واحد ونص، التسعة قسمه على اثنين اربعة ونص. تمام؟ طيب شو ضل عندنا احنا هسه؟ ضل ثلاثة او رقم اثنين مرفوع لايش؟ دوت قوة، مرفوع لقوة ايش؟ الماتريكس A مثلا، راح يعطيني ماتريكس جديدة قيمتها اثنين قوة كل عنصر موجود ب A. اثنين العنصر الاول كان واحد، اثنين قوة واحد اثنين، اثنين قوة اثنين اربعة، اثنين قوة ثلاثة ثمانية، 2 قوة 4 16، 2 قوة 5 32، 2 قوة 9 512. فهي كل العمليات اللي ممكن انها تيجي على ايش؟ الماتلاب. ضرب مصفات تمام. بس خليني ارجع على الماتريكس واشوفهم، هذول حليتهم كلهم. الطرح طبعا نفس الجمع. والقسمة انا جربت لكم عليها وحدة تاعية الضرب نفسها، وتاعية الاليمنت باي اليمنت حليتها. فما ضلش شيء عندكم هون. كله حلينا. لنروح على تشابتر طويل شوي. هذا حليناه، مش مطلوب منكم، بس راح امر على الجمل اللوب والفور، طبعا مش مطلوبات منكم بس هذول قديمات مريت عليهم فعليا، كله مريت عليه. يعطيكم العافيه وان شاء الله بالتوفيق يا رب، عذرا على اطاله الفيديو.